هل يجوز للمرأة التي عليها الدورة الشهرية أن تجلس في ساحات الحرم؟ ما كان خارج الحرم لا بأس تجلس عند المداخل أو عند الأبواب لا بأس، اللي ما هو تابع للحرم لا بأس، أما الذي تابع للحرم تحت يعني يحوشه جدار الحرم أو هو مهيأ للصلاة فيه فهذا لا يجوز للحائض أن تجلس فيه. نعم.